صباح قاهري جميل ان شاء الله على كل حضراتكم سيدات والساده مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم. اهلا بكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. حلقه جديده، موضوعات جديده، اخبار جديده، وطبعا ضيوف جداد، كل ده الى جانب سؤال السوشيال ميديا اللي نهاوند هتقول لحضراتكم عليه بعد ما تصبح عليه. تخصص بتاعي. صباح العسل. صباح الفل عليك السعاده، صباح الخير على حضراتكم، صباح زي ما بيقول كده قاهري جميل كريم، وصباح اهلاوي كمان اجمل ان شاء الله. النهارده معانا بقى سؤال السوشيال ميديا، وهو المباريات المهمه اللي حضراتكم بتحبوا تشوفوها بتكون مع مين، والطقوس بتاعتكم كمان بتكون ايه؟ ممكن تمنشن اصحابك، ممكن تمنشن اللي بتقعد بقى تتفرج معاه، مش شرط يكون صديق يعني. فعايزين نعرف مين الشخص اللي انت بتحب تتفرج معاه يعني على الماتشات، والطقوس بتاعتكم بتبقى ايه؟ في ناس على فكره من الاجابات اوريدي الناس ابتدت تبعت يعني اجابات الكتيره اللي جت، يقول لك انا احب اقعد لوحدي علشان اركز قوي ويبقى براحتي، ويعني في كده صح. وفي ناس بتحب طبعا لما في ناس تحب عيلتها، في ناس تحب اصدقائها يعني حسب. فابعتوا لنا واعملوا منشن كمان للاسم واحنا هنعرضه ان شاء الله في الفقره. في ناس ما بتعرفش تتفرج في البيوت، ما بتعرفش تتفرج غير في الكافيهات حيث اللمه والتشجيع، والناس بتسخن بعض وفي بيبقى في مود حلو كده.